بات حي قابون لدمشق أحد أكثر الأحياء دمارا في العاصمة وريفها، حيث بلغت نسبة الدمار ما يقارب 70% جراء قصف النظام وهمجيته، حيث شهد الحي معارك ضارية بين قوات النظام والثوار داخله، وكان عدم استطاعة النظام من السيطرة عليه سببا رئيسيا لقصفه بهمجية كبيرة للانتقام من أبناء الحي. كان ذلك القصف بصواريخ الأرض والجراد وقذائف الهاون من العيار الثقيل والطيران الحربي والمروحي الذي كان يفتح نيرانه على منازل المدنيين العزل، قد أودى بحياة المئات من قاطني الحي، بالإضافة لأعداد هائلة من الجرحى، والعشرات منهم كانت إصاباتهم تشكل إعاقات دائمة، وأدى أيضا إلى نسبة كبيرة من الدمار في البنى التحتية للحي. بعد هدوء المعارك وإعلان وقف إطلاق النار بالمنطقة، بدأت الأهالي تعود تدريجيا إلى الحي. ومبينة نسبة الدمار عنا أكثر من 90%، وحتى أنه الأبنية اللي ما تدمرت 3/4 مدمر مثل ما شايفين، وحتى أنه البيوت ما عاد انسكنت، وعنا الحي صار عدم. يعني كان تعداد حي الآبون أكثر من 10,000 عيلة، هلأ ما بيسع لأكثر من 500 عيلة بسبب الدمار، لا في كهرباء لا في شيء من كثر القصف. رغم صعوبة العيشة بالحي تحت القصف والدمار والاشتباكات، أهون من أن الواحد يقعد تحت رحمة النظام بيتحركش النساء وبيعتقلوا الشباب وما بيتركوا حدا. ورغم كل الصعوبات التي يواجهها المدنيون من إعادة إعمار منازلهم من جديد وتدبير احتياجاتهم بصعوبة من ماء وطعام ومتطلبات الحياة، إلا أنهم يفضلون البقاء في الحي تحت القصف والجوع والدمار على أن يكونوا تحت رحمة عناصر النظام، نظام يتعامل مع شعبه على أنه ولد الأعداء إليه، لا يحترم حقوقه ولا يحترم حريته.